أعداد بالملايين تسجل في مناسبات إحياء الزيارات الدينية في العراق، فيما تستمر أعداد أقل من السائحين بالتوافد إلى البلاد شمالية وجنوبية العراق. وزارة الثقافة والسياحة والآثار أوضحت أن النسب الغفيرة للسائحين خلال المناسبات الدينية توفر فرصاً للاستثمار في السياحة الدينية وتطويرها في البلاد. المواسم التي تمثل مكسبا كبيرا للعراق بما يتوفر من دفع رسوم الدخول إلى العراق، استئجار الفنادق، شراء وتبضع، جزء من هذه السياحة يمثل الطموح. وبلا شك نحن في العراق هناك متطلبات دائما للتطوير السياحي، نحتاج إلى مجموعة متطلبات، منها طرق يعني النقل، منها الفندقة، منها المرافق السياحية الأخرى، تعزيز تمويل يعني ميزانية، وهذا كله يأتي تباعا لأننا إذا يعني تنمية سياحية تخص العراق. ويرى اقتصاديون أن السياحة التي بدأت تلتقط أنفاسها في العراق تعد ضمن القطاعات التي توفر مردودا اقتصاديا إضافيا غير النفط، لا سيما وأن العراق يشهد تنوعا سياحيا بين الأثري والطبيعي والديني. السياحة تعتبر مصدر مصادر الدخل القومي تضاف إلى الناتج الإجمالي. ممكن تطوير هذا القطاع وتنظيمه بشكل جيد ووضع رسوم معينة لكي تكون هناك نتائج إيجابية تخفف من الاعتماد على الريع النفطي بالموازنة، ويكون هناك تنظيم أكثر وأفضل لدخول السواح وبقائهم ومع أدلاء سياحيين. ويعد العراق من بين البلدان العربية التي تزخر بالمراقد الدينية، وهو أمر يشجع البلاد على استثمار هذا التنوع الديني في إرساء قيم التعايش وتطوير إدارة قطاع السياحة في العراق. من بغداد، صبرين كاظم، العراقية الإخبارية.